operating on ideal reheat Rankine cycle. Steam enters the high pressure turbine. The high pressure turbine. اللي هي ستيت كام؟ واحد. البي واحد بكام؟ 15. 15 ميجا باسكال يعني كام؟ 150 بار. أنا 600. 600. التي واحد ب 600 درجة سيليزيوس. And it is condensed in the condenser. At a pressure 10 كيلو باسكال. يبقى البي كام؟ بي خمسة. احنا مش عادر عايز المسألة دي تاني بقى. اربعة بي اربعة وبي خمسة. بي اربعة وبي خمسة بكام؟ واحد من عشرة كام؟ بور. بيقول لك بقى if the moisture content محتوى رطوبة of the steam at the exit of the low pressure turbine اللي هي ستيت كام؟ exit low pressure turbine اربعة. moisture content هنا ما يتعداش 10 و4 من 10. يعني ايه المويستشر كونتنت ما يتعداش 10 و4 من 10؟ ده مش هو بقيت الاكس هجيب واحد. ايوه اللي هي بقيت الاكس بالظبط اللي هي الواي. يعني بيديك هنا الواي واي 4 ب 10 و4 من 10% طبعا. فيطلع الاكس بكام؟ 89.6 من 10%. معايا؟ بقى معاك اكس 4. خد بالك ان انا معايا دلوقتي اكس 4. عايز ايه بقى؟ عايز البريشر ات ويتش ستيم شود بي ريهيتد. عايز البي بتاعت الريهيت. يعني المساله مقلوبه. مساله مقلوبه دلوقتي. ايوه مش معاد الضغط ده. طيب لو جينا نرسم انا عندي نقطه واحده اهو. طب انا هنزل الاثنين هنا ما اعرفهاش. معايا؟ طب انا هطلع لهنا برضو ما اعرفها. كل ده ما اعرفوش. طب ايه اللي اعرفه بقى؟ ركز بقى معايا كده. عارف ان انا نزلت في النكت. ايوه انا عارف ان انا عند نقطه اربعه اهي. نقطه اربعه هنا تحت اهي. عارف اكس بتاعتها صح؟ وعارف الضغط بتاعها ولا لا؟ ايوه ايوه بي 4 ب 5 ب 4 ب 5 اهو 1 من 10 والاكس ب 89.6 من 10. دي كل حاجه بقى معاك دي صح كده؟ جيب الليكويد هنا. الليكويد بقى اللي هي عايز تفكر ازاي؟ ما مش هنا انا النقطه اللي بعدها تبقى ليكويد اللي هنا يعني هنا؟ طب ماشي ما دي ما فيهاش مشكله برضه يعني دي عادي خالص. ده احنا شغالين على الخريطه صح؟ احنا انا بص انا معايا خمسه دي جبتها حلو الكلام تمام. وسته جبتها ما فيهاش اي مشكله. دول ما فيهمش اي مشكله. وواحد جبتها صح. فاضل اثنين وفاضل ثلاثه ما اعرفهمش. احنا شغالين على الخريطه ولا شغالين فين؟ على الخريطه. على الخريطه؟ انا هقول لك ان هي اسهل حاجه الخريطه. لو احنا من واحد فكروا اتنين. كده فكروا. عرفنا واحد وعرفنا اثنين صح؟ لا ما عرفتش. ما انا عرفت اثنين يبقى انا عرفت الضغط. احنا عرفنا واحد. ما معيش غير واحد بس. ومعايا اربعه. والاثنين ايزنتروبيك. التربنتين ايزنتروبيك. وقايل لك قايل لك ان انا هعمل ماشي رد في معلومه بيقول لك انا هرجع اعمل الرهيت. هعمل الرهيت هرجعه لنفس درجه حراره واحد. يبقى انت ستيت 3 مش معاك الضغط ولكن معاك مين؟ تمبرتشر. ركز بقى معايا. انا معايا النقطه دي صح؟ اللي هي قبل البامب. ايوه البامب ادي خمسه هي. ادي خمسه هي. ولا خلينا نعمل هنا كده بس عشان ما نتوهوش. ادي نقطه خمسه هي. وادي ضغط اهو البتاع دي سته اهو. ادي لا انا اسف سته هنا فوق في الكبيره دي. يا اربعه دي يا باشمهندس خمسه هي وسته هي. اربعه ايه وخمسه ايه؟ ادي خمسه هي بتاع البامب دخول البامب. دخول البامب. وستة اللي هي طالعة من البامب رايحة البويلر. وادي واحد اللي طالعة من البويلر داخلة المضخة. حلو؟ ما معيش بقى الحتة دي، الحتة دي مش معايا. أنا مش معايا غير واحد ومعايا أربعة. ومعايا درجة حرارة بتاعت تلاتة. أنا هسهلها عليكم. في الطبيعي كنا بنمشي إزاي؟ مش كنت بمشي كده. وبعدين كده. وبعدين كده. طب ما تعكس. مش أنت معاك ديت؟ تطلع لفوق. تنزل في الخريطة يعني؟ في الخريطة، ما انت تنزل كده وبعدين تطلع. ولو في الجداول. شفت الخريطة عاملة ازاي؟ ايوه. خلصت. الخريطة وقعت النقطة دي صح؟ اطلع فوق اتقاطع مع ال 350 درجة سليزيوس. اتقاطع مع دي ولا 600 سليزيوس. تجيب كل خلاص طلعت وصلت للنقطة دي صح كده؟ تعرف تجيب ضغطها؟ كل حاجة دي. بس طالما جبت ضغطها انزل خط ثابت ضغط. انزل خط ثابت ايه؟ ثابت ضغط ومعاك النقطة دي صح؟ انزل خط رأس. طب هو انا الخط 600 ده ازاي عرفت الضغط اصلا؟ من معايا خط درجة حرارة بس. ومعاك خط رأس. ماشي. ده انت عامل تقاطع على النقطة دي. الرأسي مع دي.
هيجيب نقطة واحدة ماشي. انا عايز اقطع الضغط بقى اجيب شوف الضغط هنا يا ابني النقطة اهي ضغطها اهو يعني اجيب الضغط اللي عند النقطة لو جبتها دي بس خلاص. ايوه ما هي الضغط اللي عند ماشي مش على الخط زي احداثيات بالظبط. اه بريشر وبريشر بس مش بريشر لا ده هنا بقى اس هنا اس وتي اس ثابت اهو وتي ثابت خلي كنت بمشي بيه وتي وبنزل الاس اه كنت بمشي كده وبعدين كده وبعدين كده آه. المره دي مشيت العكس معايا. طب لو انت بقى تحلها بقى من الجداول ليله كبيره بقى ليه بقى ليله كبيره استيت 5 ما فيها مشكله اتش 5 فيها مشكله 5 ما فيهاش مشكله اه اتش 6 برضه ما فيهاش مشكله واحد من 100 ولا واحد من 1000 ديت والكلام الفاضي ده حلو. استيت 1 فيها مشكله برضه ما فيهاش مشكله. طب استيت 2 ما اعرفهاش ستيت 3 ما اعرفهاش اتش 4 معاك ولا مش معاك معايا 4 اه معايا 4 معايا. طيب عايز احلها بقى من التداول جايين لي ايه اس 3 بتساوي اس 4 بقى معاك دلوقتي اس 3 تقوم جايين لي تي 3 بتساوي مين تي 4 تي انا اسف واحد. تي 1 على فرد ولا واحد هو ايه اللي راجع ايه اللي راجع نفس درجه حراره الانتر اللي هي الاولانيه معطوب اه معطوب التي 3 بتساوي تي 1 بقى معايا تي 3 ومعايا كام اس تاني تروح تبل كام 1 تروح تجيب لي اس اف جيب لي اس جي وتقارن ثلاث مقارنات بتوعك انا عارف ان هي نازله في لا ده 3 هنا في السوبر هيت يا باشا 3 في السوبر هيت انا هقارن ايه بقى انا بقول لك طبيعي طبيعي ان انت بتقارن انما انت عارف ان هي في السوبر هيت تي 3 اكبر من ايه انا اسف بيز دون تيبل 3 تيبل احنا قلنا تيبل 1 اه وجينا قلنا هنا ان الاس 3 اكبر من الاس جي فتطلع ايه سوبر هيت فتروح لتيبل كام تيبل 3 تروح تجيب لي اتش كام اتش 3 حلو بقى معاك اتش 3 حلو الكلام معايا اتش 3 ومعاك كمان ايه تي 3 لا استنى بس هو احنا هنخش اصلا تيبل 3 ازاي حد عارف هنخش تيبل 3 ازاي احنا معانا الاس الاس بتاعه 4 معانا تي 3 احنا عرفنا ان انا سوبر هيت دي سهله تمام من تيبل 1 معانا هخش تيبل 3 بايه بقى احنا معانا اس 4 فاكرين العكس فاكرين لما كنت بقول لك تيبل 3 ده اهو يا اما اخش رخصي كده يبقى قدامك حل من الاثنين يا اما في الجداول ده اهي اسهل حاجه فيها ان انت معاك البي والتي دي اسهل حاجه طب لو معايا بي وخاصيه غير التي بمشي ايه رأسي صح هنا معانا هنا البي لو معايا التي وخاصيه غير البي بمشي ايه نشوف تاني احنا معانا ايه هنا وهنعمل ايه عشان بس احنا معانا الاس معايا الاس بتاعت مين معايا اس 3 هي فين تحت ورا تقريبا ورا ورا معايا اس 3 معايا اس 3 ومعايا تي 3 اس 3 دي اللي بتاعت مين بامبو ولا تنيت ايه هي اه بتاعت بيت تمام معايا اس 3 اللي هي نفسها اس 4 تمام ومعايا تي 3 اللي هي نفسها تي 1 بقى معايا تي 3 ومعايا اس 3 تعبنا جامد تتعبك ايه؟ المفروض التي والاس الخاصيتين دول بيتعبوا اللي انت في اه ما انت عارف بقى انت هتعمل ايه؟ انت هتمشي في الجدول من اوله من اوله بس مش من اوله يعني لا ما يعني اتذاكى شويه اتذاكى شويه يعني امشي مثلا انت معاك 100 بار خليها عكسي يعني ابدا من عند ال 100 بار وانزل ابدا من عند ال 100 بار وانزل خليها مثلا ابدا من عند ايه 90 بار مثلا او 95 بار انزل مثلا من هنا مثلا كده فرضا احنا نجيب مش عارف الاس نجيبها كام بس يعني مثلا هنمشي واحده واحده احنا عارفين مثلا ان هي 50 بار يبقى نشوف الاس بتاعتها بكام بس هنمشي بقى هوريك تمشي ازاي انت معاك درجه الحراره كام 600 ماشي ادي 600 اهي 600 حتى الجزء اللي ورا ادي 600 اقوم جاي عند ال 96 اقارن مين الاس اللي معايا لا ده هي مش ديت ده هي مش دي جاي نازل الصفحه اللي بعدها عند ال 94 ادي 600 هي دي هي الاس ديت لا مش هي دي لا طب هي الاس ديت انا بقول لك اللي انت هتعمله بقى لا مش دي طب هي الاس ديت لا مش دي طب هي الاس ديت لا مش دي هتقعد تمشي كده يعني تمشي كده 600 عند كل ضغط ها
هروح ادور على ضغوط ما انا مش معايا ضغط ادور على الاس بس معايا 600 اه فتمشي عند ال 600 ومعاك الاس تقعد تمشي كده فهمت القصه عند طب هي ديت لا طب هي ديت مش عارف لحد ما تلاقيها ما بين ما بين ضغط ده وضغط ده مثلا ما بين ال 34 وال 33 مثلا يعني 600 اهي يبقى ما بين ال 744 وما بين ال 746 صح ده جدول سوبر هيت اه لو اختلف عن اللي معاك وريني اللي معاك كده اللي معانا بيأثر لان هو كاتب الضغط اللي هو اصلا يعني ايه بيزلو يا ابني ما هي 600 اهي 600 اهي يا ابني فاهم نروح عند كل واحده نجيب الاس بقى اه هتقارن الاس اهي اللي معاك 5 و9 لا صفحة. لا ده مش هي ال 5 و9 ديت ده هي اكبر منها تعالى للضغط اللي بعده اللي هو ال 20 باور انا شايف 6 ونص لا ده هي اكبر منها يبقى هي مش 20 باور مش 20 ميجا باسكال لا يا اما هي كده ادي 600 اهي ادي 600 لا ده هي مش 7 و2 لا ده هي مش 7 و2 اللي بقى تقعد تلف كده فاهم طب لو معايا ضغط واس ضغط الاس اسهل لان هي صفحه ونص لا ده فر فيه ايوه ما هو ضغط اهو قدام مين 1.1 فر في دوب انما تيك لا توكل على الله بقى مش عارف نفسك تمام خلاص تمام طيب اخش في الاوبن ولا الاوبن ما اتشرحش اصلا الاسبوع الجاي لا لا اتشرح لسه شهر النهارده بعدين بقى الاسبوع الجاي